ما هي كان الدليل إيش اللي ربي تبارك وتعالى لما هي كان الحكمة لغير خلق العباد عن السؤالات النقص أجوبة نتنال دور المقطعات ربي تبارك وتعالى يويد بأن الحجج مقرنين بأن إيش الله سبحانه وتعالى وكان لنت الحجج قوتنين لسي غايس نبلاد إيش الله ربي تبارك وتعالى لانت الحجج اللي الا نغلف تران بنادم الا انت الحجج اللي كي يحسوا بنادم يعني في الحس نس الا انت الحجج اللي يدير ربي الشر الحكيم سبحانه وتعالى اما الادله اللي ديوي اللي يحسوا بنادم في الترانس هان كريغاتيان الترانس اي يحسوا غدارو غيونس يسدس الا يعني الرب سبحانه وتعالى يا الخالق أري تحسو يستوي يحتاج لقطنا يقع كران نيش الدان ذكرنا ما يشقان أري التالي فسنس يلا الإجنس يلا النسيجنا أري الدرب أربي تبارك وتعالى وفلا التغيت إن جد ما غلا أري تين ربي تبارك وتعالى والمسألات فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما الأدلة اللي تحسب بنادم أو غيونس الأدلة الحسية لوجود الكائنات هاد الحوادث هاد اللي دونيت هن العالم اللي حيدورن أقست انت كالحوادث اللي انت قست المخلوقات كله اللي تخلق وكالمخلوقات كله اللي كان لا شجار ولا إزران ولا البشر ولا يكاليون ولا يجنوان ولا البحورة ولا يكن ولا يدهرن ولا يسفن يقولون إغنى ما يقول له يسجن المسائل ما دسنت كله ما تنت كله يسجن يسجد دسنت الأمور أرزق دسنت صغير دسنت ديرة الجواب إجا كرت الأجوبة كرايلي كرت الأجوبة يا الجواب إما المخلوقات وش كانت غرغي كان وش كانت غرغ صدفة وش كانت غي كان بلا سبب ورتنتي سجد حتى يعني ورسنت كان سبب سالنت يعني ناس قدنت الامور نسيت غير كان هاي الجواب يضنين واش كنت كاري كان سيغويان سنتنتي ورتنتي خلق الكرانيا واش كنت كا صغير كان كلشي المخلوقات هاد واش كنت غير كان هو ديك الجواب والسين والسكراد المخلوقات هاد يسجدنت اخلقتنت يا الخالق انت سجدني سجدنت سجد سنت الامور وكوني غنسمو قول نسمو قول يعني غنوي العلم النظري فولكين هان الجواب لي زورن ولا وسين هان نوري تمكن وراه يمكن اديلين اذا ما رايلي رايلي الجواب وسكرات لي لان بانهن المخلوقات هادي لا هي المخالق سبحانه وتعالى انت تخلقن يجتن يسيدس انت كل الامور نسنت اتيكان ربي سبحانه وتعالى انت كوليك فان كيغاتيان المساء ما فايز زيكيز المصلحه ما فايز زيكيز ما كاس زيكيز ويور ما كاس زيكيز تفوكت ما كاس زيكيز البحوره ما كاس خلق درار ما كاس خلق جنوان ما كاس خلق المخلوقات كيفاش انت ما كاس زيكيز انت كيفاش انت املاس انت ما كاس زيكيز انت ما كاش تنت ما كاس مقيرنت ما كاس تمنت هذا كله المياد اسكت ربي تبارك وتعالى انت تخلق سبحانه وتعالى ها النور يمكن المسائل التشغيل كان وحدت غير ربي تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وكان أما الأدلة الشرع لله ما في الزكتب بالشرائع إن الشيخ العثيمين أطرح ربي تبارك وتعالى جميع الشرائع دالة على وجود الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع والمشرع هو الله عز وجل ما تقول لي زوجة الشرائع لزرينين سواء في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا في الأنبياء لزرينين ما تقول لي زوجة الشرائع أتكن ربي تبارك وتعالى الخالق الكون انتان ادي الزكوز الشرعي عن باش تعبدنا ربي كان ما يقال المهم منح لغلنا كان جواك الغي
المهم المخلوقات التيكان التعبات ربي تبارك وتعالى ارت تسبحن ارت تذكرن ارت تشكرن انت شكون انت يستحق سبحانه وتعالى انت يستحق العباده غير غير ربي تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.